واحد السيد كان حدايا كان ما مقطعش يعني سالت، وحنا غاديين في الطريق وما يبقاو يديروا الكونترول ومع قربوا لينا عطيت ليه انا ورقتي والدري اللي حدايا قال لي انا راه نسيتها، وكان قدامنا واحد الراجل كبير وداك الراجل الكبير قال الدري اللي كان جالس حدايا قال لي راه هاك الورقه ديالك راك نسيتيها. الدري اللي كان حدايا مسكين ما فهم والو، قال واه انا كيفاش نسيت الورقه ديالي عند الراجل. داك الراجل الكبير غمز لداك الدري قال لي زعما سلك تمشي. داك الدري شكر داك الراجل الكبير قال لي شكرا بزاف، قال لي ماشي مشكل. ولكن داك الدري من باب الفضول سول داك الراجل الكبير قال لي كيفاش انت مقطع جوج ورق ولكن انت كاين غير واحد، وهو يجاوب داك الراجل قال لي هذه ديالي وهذه ديال مراتي اللي مات 10 سنين هذه. قال لي واخا انا قليل فاش كنركب التران ولكن راه كنقطع وحده ليا وحده لمراتي، فيما كيكون شي موقف بحال هكا اللي وقعتي فيه انت دابا كنعتق الموقف ديك الورقه ديال مراتي كنخليها صدقه ليا وصدقه ليها باش تشوفوا هنا قمه الوفاء. اين الوفاء في هذا الزمن الا من رحم ربك؟ كما كتشوفوا دابا في صحاب البيوت، كما تخاصم مع راجلها تخرج علينا في فيديو، وفيما تخاصم مع مرت خالها ولا مرت عمها ولا عجوزتها ولا خطراجها كتخرج في فيديو قالوا لي وفعلوا لي وفعلوا لي، ما كيخليوش داكشي امور خاصه. اولا شي وحده كتخاصم مع راجلها ولا شي واحد كيتخاصم مع مراته كيعيطوا الحان سيستيفي كيبقى يعاودوا المشاكل، وكاين اللي كيزيد كاع كيبقى يعاود ليها الحياه الليليه معاها. اولا شي وحده مخاصمه هي وراجلها ولا هو مخاصم مع مراته كيمشي يعاود لصحابو وهي كتعاود لصحاباتها والامور الخاصه ديالهم كتولي عامه. جريمه اخرى وقعت بطاطا، البنت سميتها سالم في العمر ديالها 12 عام، البنت كتقرا في واحد المدرسه كاينه في طاطا، وقدام ديك المدرسه كاين سوق اسبوعي كيعمر غير من الاربع لاربع. البنت خرجت من دارهم مشات للسوق باش تقدا شي لعيبات ولكن ما رجعتش للدار. فاش ما رجعتش للدار بقاو والديها كيقلبوا عليها، سولوا الجيران سولوا الخضاره سولوا كلشي بدون اي جدوى، مشاو للبوليس ديكلارو يعني البحث لفائده العائله ولكن ما لقاوش ليها الاثار. وبعد ثلاثه ديال السيمانات لقاوها مقتوله ومذبوحه وملويحه في وسط القريه فين ساكنه هي. ولحد الان فاش كنصور لكم هذا الفيديو هذا مازال كيقلبوا على المجرم اللي قتلها، وعلى حسب ما كيقولوا والديها والجيران بان البنت زهريه، وهذا الشيء عنده علاقه من صحاب اللي كيحفروا الكنوز اللي كيبقاو يقلبوا الكنوز، وهذا زهري مشاو يديروا قربان للشياطين بحال داك التخربيق اللي كيديروا. ساحر تاب الله سبحانه وتعالى واعترف بانه سحر 33000 واحد و9000 بنت منعها من الزواج وخدم معاه 17 ملوك الجن. ولكن شي وحدين دابا غادي يسولوني كيفاش اسامه حتى سحر لدوك الناس وشنو هما الخبايا ديال السحر، بزاف ديال الاسئله دابا اللي كدور لكم في راسكم. راه نفس القصه ديال هذا السيد اللي عاودت لكم، هذا نفس القصه ديال هذا خونا، هذا راه ديجا درت عليه فيديو، هذاك ساحر بوحدو وهذا ساحر بوحدو، كاين بزاف ديال السحر والمشعوذين. ولكن القصه ديال التوبه ديالهم قصه واحده اللي مازال ما تفرش فيها هو الفيديو. وكيف القاعده قبل ما نبداو صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساوش ديروا معكم لايك. نبداو الفيديو. لا احد فاش كتعصبك صاحبتك القصيره؟ ما تعصبونيش يا سماحتي، سيبيني. هذه فكرتنا في واحد الاخت الله يذكرها بخير، حتى نتوما ما يمكنش هذا الفيديو هذا يفكركم في حتى شي وحده، ضروري ما تكون شي وحده بحال هكا، صيفطوا لي هذا الفيديو هذا في اطار البشاشه والضحكه وداك الشيء. مالي اختي بزاف هذا الشيء بزاف، مالي اختي على الحال، ماشي اختي انا نشري طوموبيل وتبرعت انا بحالي بحال لالياتك. اويلي اش هذا الشيء؟ اناري مش هي شكر عين؟ اه مهمتي اناري، اي اناري دار ابو البادر. هاد الزمان هذا ما بقيتي تعرف ما بين الراجل والمراه، يقدر امراه تولي دري وتحمل شي وحده ويقدر الراجل يحملو شي واحد، وهذا الشيء راه ديجا دويت عليه في هذا الفيديو هذا. وا الدراري في اخباركم فتاتات فاش كيتلاقاو كيبقاو يتباهوا يتعانقوا يديروا بوسهله اي ما تقدروش ديروا هكاك حيت ما بعد مني ما تقدرش حنا الا سلمنا هكا وخلينا لي تبع ديالتنا بزاف كانت نواو يا دم ما جوتهمش جوتهم. دابا الدريات بيناتهم يقدروا يقول ليها كنبغيك يا حبيبه ديالي حتى انا وكنموت عليك الزين، حنا تقول شي واحد كنبغيك يشك فيك. والله ما كاين داك الشيء. في السعوديه كاين اللي كتلقى عنده 70 بير ديال البترول اللي تحرق ما يتم، وسميتو القحطان الجوعان المحروم. حنا عندنا معدوشه باش يتعشاو سميتو الذهبي الغالي. تمين جات الذهبي منين؟ ها؟ كاع هذا لفت. والله العظيم الا قراو معايا شي وحدين وشي كنيات غريبين تقدروا تكتبوا ليا اغرب كنيه قرات معاكم، الدخان اللي كيعجب الناس، والضوء
الدخان اللي كيعجبني انا. المهم راه رمضان هذه فرصه للناس اللي كيكميو. الا كانت عندك الاراده والعزيمه باش انك تقطع الكار والشراب راه الفرصه ديال رمضان لا تعوض. انا قص التليفون ديال الشده، مسح لي النوامر خواه من الشارج، مسح لي الريزو صنع على الامريكان الله يسمح لينا وصافي. الاستاذ قال لي نخدموا التمارين على شكل مجموعات، انا وصلت للمجموعه ديالنا. انا بصراحه فاش كنت كنقرا كنت ديما مع المجموعه ديال القرايه، حيت هما ما كيقدروش انهم يدويو قدام البيبليك، كيحشموا كيبقاو يترعدوا ويتفتفوا في الهضره ويتلف لهم داك التيست اللي كاتبينو. انا العكس، انا وجهي مقصر نقدر ندوي مع 600 الف واحد وعادي. هما كيكتبوا الديالوج ولا شي تيكست ولا شي بحث قال لينا الاستاذ، هما كيبحثوا كيلخصوا وانا جالس كنقرا. مهمه سهله، فاش كتكون كتعوم في البحر حتى كتقيس شي ميكه في رجليك القرشه الدراري هذه كطرا ليا ملي كنت كنعاو. حنا في جهنم دابا. السلام عليكم، حنا من جهنم دابا. شاب كعافية جهنم. هذا الشيء انا بعدا ما ضحكنيش. لا تأتي السعادة من اصدقائي. اصدقائي هذا المسلسل اللي تبعته شربني المرار، شربني المرار. كانوا عندي شي اصدقاء بحال هكا الله يسمح لهم. لا لا الفيديو مسروق بالرجل. انا فاش كنشوف شي واحد كيمعني عليا وكيسحب ليه ان تقلق، انا في الحقيقه مالك سبحان الله العظيم، الله يجزيك السعاده مطلق اولا الخايبه كاع. فاش كتحط فيديو في ستوري وكتمعني على شي واحد وهذاك الشخص اللي معنيتي عليه في ذاك الفيديو كيصيفط لك ميساج كيقول لك باسي هذا الفيديو، عرفتي ديك الساعه كتحس بالشمته. انت بربي تا غناخذك. واش تاخذيني انا قميجه ولا سروال غتقضيني من القريعه؟ هذا راه بنادم بنادمه. شتي هاد بنادم هذا غياخذ هاد بنادم هادي مزيانه. يا والله جيب لي اللي تحنا مع من نديرو التيك توك. فاش كتخاصموا مع 6 ديال العشيه هي طاب اخويا صباح الخير. هذه بعدا راه 6 ديال العشيه، راه كاينين شي دريتي اللي بقى فيهم الحال كيقولوها لك مع 3 ديال العشيه، ومنهم شي وحدين كيتفرجوا في هذا الفيديو. اني اراكم من بعيد. مزوج؟ زال باقي ما كتبش الوالده. ما انا على تخسر الهضره. ما خسرتش انا شي هضره وما خسرتش. كيفاش ما خسرتيش الهضره؟ الهضره اشنو؟ واش دابا حنا بخلناك وكلناك وشربناك وفي الاخر كتهضر خايب؟ لا والله ما هضرت خايب ولا عيرت، ما خسرت ما والو. ما خسرتيش؟ انا ما خسرت دروك الهضره كتقول لي الوالده كتقول لي ما خسرتيش. لا والله ما خسرت انا شي هضره، شنو قلت انا؟ واحد المره وقعت لي بحال هكا، وقعت لي بالضبط في العيد الكبير، كنت شاد التليفون وحاضر راسي في التليفون وغادي مزروب مع داير مع شي وحدين، وانا غادي في الطريق مي وقفوني شي دريات، ولكن انا كنشوف في التليفون، ودوك الدريات اللي وقفوني تقريبا شي 4 دريات ولا ما عرفت 5، وانا جالس كنهضر مع واحد السيد بغى يجيب لي شي لعيبات، معاه هو مزروب وجاي من واحد المدينه بعيده، المهم انا جالس كندوي معاه في التليفون وحاضر راسي، وهذوك الدريات جالسوا كيدويو بخير كلشي مزيان داكشي كيعجبنا هذاك، هزيت عيني بحال هكذا بانت لي واحد بنت لابسه المنحفير صحابنا وشموم، وبقيت كنتكونكتا معاهم كلشي قلت لهم الله يحفظك اختي بارك الله فيك، ومني هزيت عيني بحال هكذا قلت لها الله يحفظك اخالتي، صافي وانا نعرف الدري فين كاين وهزيت التليفون درتو في الجيب. مع طلعت راسي بحال هكذا لقيت الدريه كتبكي، قلت لها واه مالكي؟ قالت لي علاش يقول لي خالتي؟ يلاه سير تفكا بقات كتبكي اودي الله قولي لي انا عمي والله الا هانيه، بقات كتبكي على دوك الدريات قلت لهم علاش يقول لي خالتي؟ قلت لها الله يهديك انا راه ما شفتكش، انا راه كنت مزروب وكنت مشغول بحال هكذا كون شفتك في عينيك في وجهك راه غادي نقول لك اختي وهكذا. شوفي قلت لها واش ديري قولي لي انا عمي صافي مزيانه هادي. ودابا شي دري تعدوهم تقول لهم خالتي، بالعكس شي دراري انا عزيز علي اللي يقول لي عمي والله الا عادي. ملي الوالده ديالك كتبقى تقلق وكتسول كيفاش كتجيك بنت خالتك؟ فاش كتوقف ياكي فاش كتوقف هاد النص هذا الفوق في طويله وزوينه وبيضه زينه ياكي ولكن هي من هنا لتحت حدا هي كتهبط وهادو تي هاكو دايره بحال تتنفخو بحال البصله. والله العظيم الا احسن سيري تفرجت فيها. لا باقي تبعني غنبرقق امك. شنو قلت لك؟ غنبرقق امك.
دوز دوز لي الارض عليك البوليس يجي ورا واحد خينا صحيح اليوم باغي يخدم بلاش انا غادي الله يعاونها واش فاش كتكون انت واخوك في الدار وما كتلقاو ما يدار تيك توك السحاب ما بيناتهمش الفلوس انا وصاحبي يلا ضربك على درهم ولا لا شضري فكرنا في واحد صاحبي الله يذكره بخير كان كيقرا معايا انا حفظت مزيان ورجعت للفرض عقلي نهار الفرض انا ماشي بنادم ما كتفكر الطرولات نحطك انا نموت عليك عمري شنو غاب كيما تدخل فيا بابا انوت لا لا كتوقع كتوقع كنت كتوقع عليه في ليمات ديال الدراسة جو داري جو وي باغي كايناه جو داري جو نافع زيت مع برو ليتس جو البوليس مرة مرة خصهم ينشطوا فاش كتكون مصاحب مع ربعة وكتقول لك وحدة منهم خصنا نتفارقوا صدمة كبيرة كبيرة الله يسمح لي يا صافي الله يسمح لي الناس اللي كياكلوا الطباشير كتجيو عادي هذوك الناس اللي كياكلوا الطباشير اللي كيتفرجوا فيا اش كيجيكم عادي انا في حياتي كامله ما عمري دقت الطباشير عادي قولي لي شنو هو غير المذاق ديالو ولا باش كتحسوا واش كتاكلوا داك الطباشير انا لهادشي اللي بغيت نعرف انا والطباشير عنده انواع كاين الاحمر كاين الزرق كاين الابيض ولكن الاكثر كياكلوا دوك البيضين كانت نيكس تخرم معايا وحده في الرابع ديما كتاكل الطباشير ديما سالخه الاستاذه كتشفر الطباشير كتبدا تاكلو كانت كتقعد سحباله الناس اللي بتقول حط ايدك على عينك عشان نعرف ده فلتر ولا لا انا هثبت لكم دلوقتي يا جماعه وانتوا اللي هتقولوا ده فلتر ولا لا اهو ده ايه يا جماعه اكتبوا لي انتم في لي كومونتير واش هذا فلتر ولا لا ودابا غادي نختموها باحسن فيديو اللي غادي يعجب الدراري كما الفيديو اللي فات تفرجوا فيه كاملين دراري هذا هو احسن فيديو لنا وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا ما تنساوش ديروا لايك نتلاقاو في الفيديو الجاي تهلاو ربي ينجحك ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هاي ربي يعطيك ان شاء الله ربي يفرحك ربي يعطيك